صباح الخير، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على كل مشاهدي برنامج توتا سيكريتس، وحلقة جديدة وسر جديد من أسرار توتا. طبعا زي ما احنا متعودين ان جمهورنا الجميل اللي بيصحانا جدا من بدري كل يوم خميس الساعة 9 الصبح عشان يتفرج على سر جديد من أسرار توتا، بس طبعا ما بحبش أحرق مفاجآتنا، والنهاردة السر الجديد اللي هتقوله لنا توتا النهاردة هي اللي هتقوله، فخلينا نقول لها صباح الخير الأول. صباح الخير ايه أمين، الجمال ده؟ ازيك يا أمين؟ انت اللي حلوة. ايه يا روحي النهاردة بقى السر بتاعنا هي توتا بقى، يعني سر الجمال، المشاهدين النهاردة عايزين يعرفوا السر بتاعنا سر النهاردة. الجمال. أعزائي المشاهدين صباح الخير، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات توتا سيكريتس. النهاردة حلقة من العيار التقيل، معايا ضيفين الاتنين أقوى من بعض. النهاردة في حلقتنا الأولى وفقرتنا الأولى سر الجمال، فجايبة لكم الراعي الرسمي للجمال، هو كينج اللوك الجديد ليك يا حوا، هو من يطلقون عليه في مجال مصففي الشعر بمصر الامبراطور. معايا ومعاكم مسيو محمد حافظ، رئيس مصففي الشعر، رابطة مصففي الشعر بمصر، الرئيس الفني لمصففي الشعر بمصر. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك، اهلا نورتنا بيك، حضرتك موجودك من تقديمات داخلك. حضرتك طبعا يا فندم، يعني من التقديمات المطوله جدا، فلازم معلش يبقى فيه اهلا اي بيك. مشكله. منورنا النهارده طبعا في توتا سيكريتس، وفقره جديده من فقرات وحلقه توتا سيكريتس. وخلينا قبل بقى ما يعني نتعمق بقى ونسال اسئلتنا النهارده ايوه اللي طبعا كل المشاهدين بعتنها لنا على البيج من امبارح، نشوف فيديو يعني بيختصر العمل الفني لميسيو محمد حافظ في التقرير الجاي ده باذن الله. معانا التقرير جاهز في الكنترول ولا؟ طب قبل ما الكنترول يجهز طبعا الفيديو، أول خلينا سؤال، نسأل سؤال بقى. السؤال اللي بيفرض نفسي يا مسيو محمد حافظ، ليه أطلق على حضرتك الإمبراطور؟ هو لقب الإمبراطور ده يعني هو أنا حاسس إن هو يعني لقب كبير، بس هو بيجي من يعني معاملتك مع الناس. طول ما أنت قاعدة مع الناس وحاسة نفسك إن أنت صغيرة، أو يعني زي ما أنت عارفة الواحد بيبقى دايماً بيحب يبقى متواضع مع الناس، أيوة فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجمل الشخص، بيكبرك، بيكبر ربنا حضرتك متواضع قدام إلا الناس رفعه. طبعا. فأنت لما كل ما تكوني متواضعة مع الناس أيوة ربنا سبحانه وتعالى هو بيخليك في عين الناس كلها إن أنت حاجة كبيرة، حاجة كويسة. زملائي طبعا في المهنة الحمد لله رب العالمين، أو في عامة شافوا إن أنا مثلا الحمد لله رب العالمين بحب أجيب لهم الجديد، بحب أسعلهم في كل حاجة كويسة الحمد لله رب العالمين، فهم لقبوني باللقب ده الحمد لله حضرتك رب العالمين. امبراطور الشعر المستعار في مصر، ومعروف ان حضرتك الحمد طبعا لله يعني هم من هو الرئيس الفني للرابطه، رئيس فشيء الفني جميل رابطة جدا مصر. جدا، والراعي الجمال الله يخليك. المراه في مصر. طب خلينا في بدايه حلقتنا كده نفهم في الاول يعني ايه فوائد تركيب الشعر، ايه فوائد الاكستنشن، ايه فوائد ان انا اركب اكستنشن على شعري لو هو كويس، وفي نفس الوقت ازاي احافظ على الاكستنشن انا هعمله لشعري. بس التركيب الاكستنشن عامه او تركيب الشعر ده بيعمل نفسيه كويسه جدا للانسان. يعني انا مثلا انسان اول ما قلت زي ما بتقول اول ما بيقوم من النوم الصبح بيشوف شكله كالشعر بتاعه، فما يشوف مثلا حته الشعر ان هو كويس، بتبقى نفسيته مرتاحه طول النهار، يقدر يشتغل، يقدر يعمل كل حاجه بنفسه. فالنهارده تركيب الشعر حل مشكله كبيره جدا بالنسبه للسيدات وبالنسبه للرجال كمان. يعني الحمد لله رب العالمين تخصصنا ان احنا نبدا في تركيب الشعر، فتركيب الشعر ده يعني احسن حاجه للنفسيه. يعني احنا نعتبر الدكاتره النفسيه بتوع المجتمع. اكيد طبعا بالظبط بنغير اللوك بالظبط، برضو، بنغير بنغير اللوك شكلنا بالظبط. اكتر. الفيديو معانا في الكنترول جاهز دلوقتي، خلينا نشوف فيديو مختصر لشغل ميسي محمد حافظ ونرجع لكم تاني نكمل اسئلتنا.
ورجعنا لكم بعد التقرير اعزائي مشاهدي توتا سيكريتس. وما شاء الله مسيو حافظ التقرير جميل جدا، واضح من التقرير ومن الدروع ومن الجوائز اللي سيادتك حصلت عليها ان سيادتك مثلت مصر في مهرجانات دوليه كتير جدا. من فضلك تقولي مشاهدي توتا سيكريتس سبب الجوائز وايه اهم الجوائز اللي انت حصلت عليها، ويا ريت تكلمنا عن اخر تكريم لسيادتك في مهرجان الصين. بس عليك دايما الحمد لله رب العالمين، الواحد بيبقى دايما بيسعى للجديد. ايوه خلاص طالما انت حطيتي في دماغك ان انت تبقي متميزه، مش اقول لك رقم واحد، متميزه في مهنتك. أيوة. هو التميز طبعا والاجتهاد هو اللي بيخليكي تبقي التوب بتاع اي شيء انت عايزاه. فطبعا اي مهرجان بسمع عنه او اي مهرجان يعني بيبعت لي دعوه بروح على طول، لان طبعا في الاول وفي الاخر انت بتشيل علم مصر. طبعا فحته ان انت تشيل علم مصر دي كبيره جدا. طبعا فيعني حضرتك بتمثل بلدك وده شيء لوحدها، دي بتضخ فيكي حاجه بتخليكي تبدعي بكل ما حاجه طبعا يعني. تزود من مكانه مصر. طبعًا طبعًا. احنا خلينا قبل ما نكمل اسئله حضرتك، معلش معانا مداخله تليفونيه. استاذ اسامه صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الورد يا فندم، ومنورنا في توتا سيكريتس. والناس اللي بحب جدا لما الاقي ادم بيصحى 9 الصبح يتفرج على برنامج يعني خاص بالميك اب والفاشن وكل حاجه يعني. منورنا بمدخلتك يا مستر اسامه. بلابل قاعدين بيقدموا احلى برنامج. ميرسي يا فندم. شكرا يا فندم، ده من ذوق حضرتك. وبعدين بتنتقوا الناس المحترمه اللي موجوده. ميرسي يا فندم. شكرا يا فندم. محمد حافظ ميرسي اشهر بالنار على العدد. اكيد السوشيال ميديا مقلوبه من امبارح. الدنيا مقلوبه والله. راجل محترم قوي، اضافه كبيره للبرنامج. اضافه طبعا لينا، وعلى خلق جميل جدا جدا جدا. وانا مش عارف اشكركم ازاي والله، انا مدمن البرنامج ده دلوقتي. احنا بنشكر سيادتك يا استاذ اسامه، وميرسي لمداخله سيادتك. ميرسي يا فندم جدا، ودايما يا رب كده من متابعي. ميرسي يا فندم، شكرا لحضرتك. انا بقى خليني اوجه سؤالي دلوقتي للجميله مدام هويده عطا، خبيرة الشعر الطبيعي. وزي ما بيقولوا كده، وانا دايما معترف يعني عندي اعتراف كامل بالمقولة دي، وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. يعني دور حضرتك بقى في دعم والطاقة الإيجابية اللي بتديها لميسي محمد حافظ، كان دورك ايه وازاي ساعدتيه وقفت جنبه؟ طبعا مدام هويده مدام حافظ، فاحنا بنعرف الساده المشاهدين مدام هويده هي مدام مرات استاذ ميسي وميسي محمد حافظ. وراء كل رجل عظيم حوا جميله. ده اكيد مدام هويده منوره اللوكيشن. مفيش راجل ناجح يا توته الا ما وراه يعني سيده ناجحه. سيده عظيمه هي كانت السبب في نجاحه. طبعا. انا اساسي الموضوع. مدام هويده مشرفانا في لوكيشن توته سيكريت حضرتك. دعمت زي ميسي ومحمد حافظ؟ دعمته. هو يعني بيحب يشتغل على نفسه كتير قوي من وهو صغير، وابتدي حابب كل حاجه في المهنه، بيسعى فيها كويس جدا، وانا في نفس المجال، فالحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل للي احنا فيه دوت. بتعبه وجهده، بيحب كل جديد، تركيزه كله في حياته كلها شغله، هي دي حياه محمد حافظ. شغله ومساندة حضرتك طبعا. مساندة حضرتك كحوا، ما هو ده اللي بنقوله. اكيد طبعا هي حوا اساسي. ايوه. احنا معانا برده مداخله تليفونيه من استاذ محمد من القاهره. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. احنا معانا رجل اعمال محمد جويف، صاحب مبادره استثمر في بيتك وصاحب شركه ال جويف الاستثمار العقاري، وكان عامل مفاجاه النهارده لتوتا سيكريت. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. بس بليز يا دكتور محمد نوطي التلفزيون شويه بس عشان نسمع حضرتك. نسمع من الموبايل. صباح. اتفضل يا فندم. صباح الخير على اجمل مذيعات. بصراحه بصراحة أنا ليا طلب الأول، إحنا عاوزين طبعًا البرنامج يكون كل يوم الصبح. نتمنى بإذن الله. يعني بإذن الله يا فندم. توتا الجميلة المتألقة دايما. ميرسي يا فندم. ثانك يو. شكرا. وإيمي بصراحة أجمل ابتسامة بجد. ميرسي يا فندم. بجد أنتوا بتدونا طاقة إيجابية جامدة جدا. ميرسي يا دكتور. ميرسي جدا يا دكتور. بتدونا طاقة إيجابية جامدة جدا، فعايزينها كل يوم. ميرسي يا دكتور. طبعا. تاني حاجة، أنا بتكلم النهاردة علشان بقدم حاجة اكسكلوزيف للمتابعي برنامج توتا سيكريت وللصفحه بتاعتك المتابعين بتوعها. ميرسي جدا. الشركه عندنا شركه الجويفل، احنا دلوقتي بمناسبه افتتاح مشروعاتنا الجديده ببيت الوطن اكتوبر امام زايد. تمام. بنقدم خصم 5% 5% على كل مشروعاتنا لاي حد هيحجز عن طريق الصفحه
او عن طريق ميرسي البرنامج. ميرسي 5% فيما يعادل يا دكتور كام بالماني كده؟ تقريبا حوالي اكثر من 50,000 جنيه خاص. 50,000 خصم على اي حد هياخد اي وحده. هيحجز عن طريق البرنامج عندكم. ميرسي جدا. اكسكلوزيف للبرنامج بتاعكم عشان حاجه اكسكلوزيف لينا كده لمتابعي توتا سيكريت. ميرسي يا دكتور جدا. ميرسي جدا يا دكتور لحضرتك ومش طبعا لمداخلتك الجميله دي. ميرسي جدا لحضرتك ونورتنا جدا في المداخله يا فندم. متالقين ودايما في نجاح يا رب. ميرسي جدا يا فندم. ميرسي لحضرتك. ميرسي يا دكتور شكرا لمداخلتك. ميرسي وحضرتك. نرجع بقى لاسئلتنا الجميله. البيج ومتابعيني وتليفونات من وقت ما عرفوا ان مسيو حافظ معايا النهارده في سؤال ملح من حواء جدا وقالوا لي لازم اساله لحضرتك. اتفضلي. هل كل الشعر المستعار فعلا في شعر هندي بيور ولا كل الشعر المستعار سواء كان اكستنشن او بواريك هو ميكس ما بين الطبيعي وما بين الصناعه؟ صحيح. هو طبعا في انواع كتير جدا. في انواع طبيعي وطبيعي بدرجات وطبيعي في التصنيع كمان. يعني احنا مثلا كل الشعر بيبقى فيه نسبه اطوال يعني لازم الشعرات الحلوه بتتقاس مثلا ويكون في نسبه الاطوال بتاعتها 80%. في شعر اللي هو يعني تعبان مش رخيص جدا اللي هو مثلا في نسبه شعر طويل 30% وكل والباقي كله حشو. لا، فانت الكوافير الصح او اللي بيحب شغله لازم يشتغل على اقل حاجه 70 80% يعني الكواليتي تبقى عاليه طبعا. لا، اللي هو الحشو ده بتكلم بالنسبه للطبيعي. ايوه. اما بالنسبه للالياف فالالياف دي مثلا في مثلا حوالي 70 نوع شعر من يعني الياف ودرجاته. أيوة. شعر بيستحمل درجه مثلا 50 100 200 300 كده. يعني الشعر اللي هو الالياف كله بيستحمل درجات معينه من البيبليز بتاعنا او كل النهارده كل البيبليز بتاعنا بقى النهارده ديجيتال. فاحنا ممكن نقيس الشعريه كمان بالملمس بتاعنا طبعا. يعني هو الكوافير الصح او اللي بيحب المهنه بتاعتنا دي هو بيشتغل ماسك الشعريه بيكلمها بيحسها من ملمس ايديك دوت ان الشعريه دي كام في الميه. أيوة. او الشعريه كانت طبيعيه مش طبيعيه. فدلوقتي الموضوع اختلط. وانا من زمان بقول الشعر الطبيعي ده بحر. طبعا مش حاجه عاديه زي ما الناس فاهمه. الشعر الطبيعي ده بحر. البواريك كلها ومش اي حد حاجات اي حد ينجح في موضوع. واحنا بنشوف الشعر الطبيعي بالذات يعني فعلا الشعر الطبيعي يعني ياما كوافيرات كبيره جدا. ايوه. ملهاش مثلا في ملمس الشعر او مثلا مؤديه. ايوه. مش مبدعه. أيوة. في فرق لما بتبقى مؤدي فرق لما تبقى مبدع. طبعا مؤدي هتشتغل وخلاص ومع السلامه. المبدع دوت اللي هو معلش هو حتى هو نايم على سريره بالليل بيفكر هيعمل ايه. بيفكر ايه ايه الجديد وايه اللي ناقصه ايه اللي هكمله. ده اللي احنا بنتكلم فيه. أكيد. بنتكلم النهارده فرق برضك بين اللي بيشتغل في الشعر ده بين التاجر. ايوه. التاجر العادي وما بين اللي بيحب مهنته الممارس المهني بتاعنا. أيوه. اللي هو بيحب مهنه الشعر ممارس مهني هتبدع طبعا. زي مثلا النهارده بتظهر لنا مثلا في تركيب الشعر مكان كتير. ايوه فندم. مفيش لغايه بص انا الحمد لله من اول الناس اللي بشتري احدث مكنات تركيب الشعر. لكن بشتريها عشان تبقى عند محمد حافظ حته الحديث. أيوة. حته الجديد. الجديد ده محرك الامبراطور. لكن أكيد. دي لكن لا لا لكن دي غلبت كل المكن. طبعا طالما ايدك المهنيه دي كويسه طبعا اكيد بتحضري الشغل كويس. أيوة. بتقدري تبدعي في التركيب بتاع ايدك. لكن مهما ظهر الالات الحديثه سواء حتى في البيبليز بتاعنا في عمايل يعني في الشعر العادي مهما تحصل تظهر ماكينات الكلي او ماكينات اللي كده ايه دي احنا دي احنا اللي احنا اتعودنا عليه. انا بص حضرتك انا من 6 سنين في المهنه دي يعني فوق ال 40 سنه وانا في المهنه دي فبمشي اذاكرها في دماغي ايه اللي ناقص ايه اللي موجود اللي ممكن متاح اللي ممكن يتعمل. يعني حضرتك والله العظيم كم مره انا من 6 سنين اول واحد عمل الرودس الغامق اللي هي الباروكة من 6 سنين والله العظيم كم مره بعديها بره والله. أيه. كم مره طلعوها يعني. ياه. اول واحد ركب كنا اول ناس هنا في مصر نعمل في المهرجان في المغرب. لا ده الباروكه جميله. احنا معانا بقى في ظل ما احنا بنركب يعني بنركب الباروكه معانا مدام شيماء من القاهره. صباح الخير مدام شيماء. صباح النور يا امي. صباح النور يا حبيبتي. اهلا وسهلا مدام شيماء. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ منورانا النهارده في تسكريت. ميرسي يا حبيبتي. طبعا بصبح طبعا على الاستاذ محمد حافظ. اهلا ميرسي. الامبراطور. اهلا بيك. طبعا يعني
عالمي من الدرجة الأولى، بروفيشنال جدا في شغل حضرتك. طبعا بصبح على مدام هوايدة خبيرة التجميل المتألقة، منورانا والله، منورانا في توتا سيكريت في الحقيقة. طبعا على المستوى الشخصي هم ناس كمان فوق يعني فوق مستوى اللي تقدري تعجبي بيه كمان. ايوه هم بروفيشنال وعلى خلق فعلا حقيقة يعني ناس محترمين جدا، شغلهم ممتاز جدا جدا. انا بحييك طبعا، حضرتك واجهة مشرفة في مهنتك، واجهة مشرفة بتشرف مصر في مهرجانات، ربنا يخليك. ده طبعا على راس اي مصري. انسان محترم مدام هوايدة، انسانة بروفيشنال في شغلها وانسانة بمعنى الكلمة. طبعا انا بحييكم وبحيي البرنامج بتاعكم. ميرسي جدا. طب نغير دي، تحياتي لكم من رامز. طبعا طبعا الراعي الرسمي سبونسر شيب لبرنامج توتا سيكريت. طبعا حضرتك سيدة الاعمال شيماء عبد الله، يعني احنا سعداء بحضرتك جدا. أكيد. وكل سنه وسيادتك طيبه. انا اسعد يا مدام توتا، واسعد بيكم يا امي، ويا رب من نجاح لنجاح. ميرسي، وبتمنى لكم بقى تكملوا البروجرام بتاعكم باذن الله. باذن الله في مفاجآت قويه الفتره الجايه، مش ان شاء الله مش هنحرقها دلوقتي ان شاء الله باذن الله. طبعا طبعا باذن الله باذن الله. ميرسي ميرسي يا شيماء، ميرسي يا حبيبتي. احنا زي ما احنا شايفين كده بقى، يعني اللي متخصص في التركيب مدام وايدة، يعني هي اللي بتركب الاكستنشن. ده الباروكة مش اكستنشن. لا لا دي باروكة. دي باروكة كاملة. زي ما قلت حضرتك ده كل شعر طبيعي ولا الرودزي ده؟ لا كل شعر طبيعي. لو شعر لو مش طبيعي مش هيوصل لدرجة الالوان دي. الالوان دي بالظبط كانها يعني هي طبيعية خالص. طبيعية. درجة الالوان دي ما تجيش الا في شعرية طبيعية بيور. يعني بالظبط. لو شعراية مش طبيعية حتى تعكس معايا الالوان اللي انا عايزها خالص. هو اصلا ايه الفرق؟ يعني كنا عايزين نسأل حضرتك ايه الفرق بين الباروكة التل والجلد؟ دي باروكه نوعها ايه وايه الفرق ما بين الاثنين اصلا؟ مش هي بتتوقف على القصه بتاعتها. اذا كانت جلد، هو احنا المتبع بيقول لك ايه القصه الجلد هي الاحسن. لا دايما انا بحب في شغلي دايما قصه التل، القصه التل هي بتبقى فري بتدي هوا كمان. لا وبعدين بتيجي رايحه جايه معايا كده بقدر اتحكم فيها. القصه الجلد حلوه جلد وكل حاجه وقويه، لكن مشكلتها تبقى ناشفه شويه في تساحه واقفه ما بتديش الحيويه. اهم حاجه في شغل التركيب ان انا اخل يعني ايه، يبقى اول حاجه في نسبه وتناسب في التركيب. دي حاجه. الحاجه الثانيه يكون الشعر نفس الفوليوم بتاع الشعريه اللي بركبها، هو نفس الشعريه الطبيعيه اللي انا بركب عليها. لكن ما اجيش اركب شعريه يكون الفوليوم بتاعها عالي واجي اركب لها شعر ليس، هتقع مني الشعريه، هتبقى ساقطه كده. لكن لما بركب الشعريه الفوليوم بتاعتي مع الشعريه الفوليوم الطبيعيه كلها بتخش قلب عليها، ما تبانش خالص. بتبان ناس بالظبط. هو موضوع التركيب مش موضوع تركيب كده يا جماعه خلاص حطوا حاجه وخلاص. لا في معايير. انا نفسي عاجبني يا ميسي ومحمد، انا نفسي عاجبني البوريك يعني. فكر لا شغل حضرتك ما شاء الله. طب بمناسبه مسيرتك بتقول ان انا دايما بفكر في شغلي وما عنديش حاجه في حياتي غير شغلي. محمد حافظ رئيس الفني لرابطه مصففي الشعر في مصر، شايف الكوافير المصري رايح لفين؟ الله حضرتك بصي يعني هقول لحضرتك حاجه ودايما مقوله بقولها. أيوة. حتى انا لما بيجي الشعر بايدينا في اي مكان بره. ايوه سيبك في اي بلد حتى الصين. ايوه ايدينا بتتكلم عننا، ايد الكوافير المصري. أيوة. والله العظيم بتشرح الكوافير المصري ايه، بيقفوا منبهرين. بتشتغل بايدك يا مسيو حافظ؟ بص عليك هقول يعني حاجه، بعد ما وصلت للمركز ده بتشتغل بايدك؟ حب المهنه. هقول لك موقف صغير كده حصل معايا مره في الصين. كنت ماشي في الشارع فشفت حد بيقص ماسك المقص، كوافير كبير جدا. أي. يعني كوافير مثلا الصف بتاعه 40 فرد. ايوه فهو ماسك المقص ما عجبنيش، هو يعني هم هناك شغلهم تعليم اكاديمي. ايوه فدخلت بعمله ربنا، هم ناس محترمه جدا. انا دخلت بحب المهنه، خدت المقص قصيت القصه فنشتها كده بالشوار. عايز اقول لك حاجه، هما شافوا حد شغال بايديه، كل الاستاف ساب الاونر اللي كانوا واقفين معاه وجم وقفوا كده. فخلصت فنشت، والله العظيم كان مره عملوا كده ممر شرفي بيسقفوا لغايه ما وصلوكي بره. وكل احترام. اما تيجي مثلا بتسبق، انا مثلا باجي اختبر الشعريه بره مصر، امسك الشعريه كده مسكتك اصلا لفرشه الصبغه أو, او 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 الاختلاط او خلط الالوان. ايوه فندم. انت الكوافير الوحيد اللي بيعمل خلط الوان وبيقدر يبدع في خلط الالوان هو الكوافير المصري. طبعا ده ميزه الكوافير المصري. أيوة. انه اتعلم من الالف للياء زي ما بنقول كده، من يعني من بدايتها. من بدايتها مسحنا البلاط. أيوة. وعملنا كل حاجه في المهنه.
دي ميزه الكوافير المصري. ده شرف لاي مصري اكيد طبعا اكيد. لكن احنا بيعبنا حاجه وحشه جدا. أيه. ان احنا ماشيين ورا دي. احنا لو الكوافير المصري بطل يعني اهتم بنفسه شويه أيه. واهتم بصحته أوه. عمره في حياته والله العظيم ما بقشر ناس. طالما اهتميت بنفسك اهتميت بصحتك تنقصنا حتى بس البروتوكول بتاعنا يبقى شيك كده أيوه. على الكرسي بتاعنا واقفين كده مالين مركزنا. احنا ايه اللي بيميز اي كوافير بره عنا؟ التكه بسيطه، هي تكه بسيطه أيوه. لكن مش مهنيه ايوه، هي تكه اهتماميه بنفسه وبلياقته فعلا. لكن انت النهارده لو انت اهتميت بنفسك وخليت نفسك انت اعتزل نفسك ان انت مصري، حضرتك اي مهرجان أيوه. خارجي بره مصر الحاجه الوحيده اللي بتخليكي طالعه على المسرح او بتقدمي شغلك ان انت مصريه. ايوه اكيد طبعا اكيد طبعا. شرفت ان انت اضافه جميله طبعا شايل علم مصر طبعا. الناس أيوة. العالم كله بيبص للمصري طبعا نظره حلوه، فانت نميه بننميها ايوه فهم. يعني انا دايما في كل اي شو بعمله أيوة. ان انت بتحط علم مصر رقم واحد بالظبط. علم بتشرفي بلدك ازاي؟ ان انت بتقوي هي بس طلعت الطلعه بتاعتك انت مصريه دي لوحديها بتديكي مثلا أكيد. 50-60% ايوه وال 40-30% الباقيين دي بتاع مهنتك اكيد طبعا. من منطلق فكر سيادتك هو ده اللي بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طبعا حضرتك رياضي ما شاء الله، بتلاقي وقت وبتنظم ما بين مهرجاناتك وسفرك بره وما بين شغلك والبيوتي سنترز ما شاء الله عندك كذا فرع، وما بين ما شاء الله عليك رياضي. عملت الميكس ده ازاي يعني دي حاجه صعبه. هو طبعا حضرتك ربنا سبحانه وتعالى لما يعني ايه بيدي للناس حاجه حلوه جدا بس الناس استغلها أي. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى في ناس اول ما تقوم الصبح فنجان قهوه كوبايه نسكافيه سجاره تلاقي حضرتك تراك بقى. انا سبحان الله انا في اي مكان حتى لو سافرت بره اول ما اقوم من النوم لازم تتمشى. لا مش ماشي، لا رياضه ساعه رياضه مع نفسي بتفيد جدا الصحه وبتزود أي جدا حاجة في معدتي الا لما العب رياضه لازم امارس مجموعه العاب رياضيه شويه كده انا بحبها ولازم اواظب عليها، فدي بتبقى يعني لو نزلت من غيرها يعني حتى في البيت يا فندم يعني مش لازم جيم. لا يعني في البيت بتمارس في البيت. البيت سويدي عادي. طب ما كويس. بس انا برضو جايب اجهزه يعني عندي في البيت كويسه اكيد طبعا. لكن مفيش اجهزه، ما بعتمدش على اجهزه كتير قد ما بعتمد الصباحيه الفتره الصباحيه دي بالذات على السويدي. ليه بقى؟ لان انت حضرتك النهارده مثلا مش هتقدري تستوعب اي حاجه او تقدري تبقي يعني فايقه لشغلك الا لما يكون جسمك تكون بصحه جيده. ده الصحه يعني الاهتمام اصلا بالصحه حاجه كويسه طبعاً. جدا بصفه عامه لاي حد شغال في اي مكان. المعوقات بقى الثانيه الخارجيه اللي احنا بندخلها في جسمنا دي والكلام ده بتبوظ دماغنا بتبوظ كل حاجه. احنا للاسف 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 الشديد جدا وقت فقرتنا انتهى. ميسي محمد حافظ بس ان شاء الله لينا فقرات كتير الفتره الجايه بتوفيق لحضرتك دايما ومن نجاح لنجاح لحضرتك ومدام هوايده اللي عملت كذا لوك واحنا بنتكلم يا بصراحه خدت يعني كده جنب أيوة. مع نفسها بتوفيق كده لحضرتك جدا جدا. نورتوني النهارده في توتا سيكريتس مدام هوايده حضرتك نورتينا. ميسي حافظ حضرتك نورتني متشكره جدا ليكوا. لوكيشن توتا سيكريتس نور بيكوا ان شاء الله. احنا معانا بعد الايضات بتاعه التوتا قلنا بقى كده في منت بقى التفاصيل. محمد طبعا قدم 5% على موضوع بيت الوطن. احنا ان شاء الله عاملين برضو الجوائز 25% ما شاء الله على شغلنا باذن الله ان شاء الله مع برنامج توتا لاول ثلاث فائزين حضرتك. لا انا هعملهم باذن الله مش ثلاثه، هنعمل 10 فائزين ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله يعني كده حاجه كده لكل متابعين توتا سيكريت هيبقى في خصم 25% لاول 10 فائزين اللي يعني هيبقوا من اكتر متابعي توتا سيكريت ومن اكتر الناس المتفاعله جدا على بيج توتا حسن. وميرسي جدا ميسي محمد حافظ، ميرسي جدا مدام هويده، ميرسي جدا الموديل الجميله، ميرسي جدا الاسيستنت. استنونا بعد الفاصل معانا سر جديد من اسرار توته وفقره جميله جدا 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 معانا الستايلست الجميله ياسمين محسن. هتعمل ريسايكلينج لاي حاجه في البيت، لبس بقى ديكور. هتكلمنا عن كل ما يخص الست المصريه وازاي تستفيد من اي حاجه وتعملها ريسايكلينج. استنونا في فقره جديده وسر جديد من اسرار توته بعد الفاصل.